رح نبدا نحكي الان اليوم عن المحولات. المحولات بتقعد هي في النقل والتوزيع. ما ممكن يصير في عندي نقل وتوزيع في الكهرباء اللي احنا بنشوفها اليوم الا بوجود المحولات. الشيء الاساسي اللي حكيناه انه المحول هو عباره عن اي سي ماشين، ما بضبط عندي يكون دي سي ماشين. من اوائل السيستمز اللي حاول يعملوا فيها حاول توماس الفا اديسون. سمعتوا في اديسون؟ كان في نيويورك في عام 1882 في نيويورك. ايش مشهور توماس اديسون؟ اشهر شيء عمله اللايت بلب، اشهر شيء عمله اللايت بلب، عمل اشياء ثانيه بس اشهر شيء الناس بتذكروا فيه هو اللايت بلب، لكن توماس الفا اديسون كان مهووس في الدي سي. مين ابو الاي سي؟ تذكروا ذكرنا اسمه. لا، مين ابو الاي سي؟ تسلا. تسلا اللي هو تسلا بيعتبروه انه هو اللي عمل الاندكشن موتور، طلع بفكره الاندكشن موتور. لكن توماس الفا اديسون كان يشتغل في الدي سي. فالسيستم كان عنده سيستم اظن انه 120 فولت دي سي، 120 فولت دي سي. هذا كان من اوائل السيستم، اول سيستم للباور ديستريبيوشن. بس شو المشكله اللي كانت تواجهه؟ في لوسز عالي، لانه هو لما بيعمل جنريشن على 120 فولت دي سي وبده ينقلها لمكان، كل ما زادت المسافه ايش عماله بصير؟ قل اللوسز. اللوسز هاي شو سببها الاساسي؟ الريزستنس تبعت الوايرز. لو عندي ريزستنس الوايرز ما فيش فيها ريزستنس كان ما عندي مشكله لوسز، واللوسز عمالها بتصير قيمتها اي سكوير ار، وعم بصير عندي فولتج دروب. كل ما بمشي مسافه بصير عندي فولتج دروب. فكان حتى يشتغل هذا السيستم كان هو مضطر انه يحط يولد لوكالي، يعني كل منطقه يولد فيها ويوزع لوكالي، ما يقدر انه هو يولد في مكان رئيسي مركزي وبعدين ينقل من هذا المكان الرئيسي لمناطق ثانيه. ما انحلت هذه المشكله الا لما قدرنا نستعمل الترانسفورمر الاي سي، فصرنا نقدر نعمل هون جنريشن. مثلا اولد على فولتج معين، نعمل ستيبينج اب للفولتج، نرفع الفولتج عشان نعمل ترانسميشن، يعني هي هون جنريشن. هون بعمل ترانسميشن بنقل النقل، الخط اللي هو هون الضغط العالي اللي بنقل عليه، معظم الطاقه عم تنتقل على هذا الفولتج العالي موجود هون. بعدين بنعمل اول ستيب داون. لما بقول ستيب اب وستيب داون على ايش عم بحكي؟ فولتج الفولتج مش عم بحكي تمام، هيك على الفولتج بنعمل ستيبينج اب وستيبينج داون عن الفولتج. لما بعمل ستيب اب بعمل ترانسميشن، بعدين بعمل ستيب داون. هلا بنبدا ننزل للفولتج لانترميديت فولتج، لسه ما وصلناش لعند الكاسترز. هون بنبدا في السب ستيشنز بننزل الفولتج، وبعدين هون بنودي كاستمر. هون عندي كمان ستيب داون. هون الفولتج قديش بيكون لما نوصل للكاستمر؟ 220 مثلا عندنا 220 110 480 فولت. هذه هي بيستهلكها طبعا سنجل فيز وثري فيز حسب اللوكيشن اللي بنروح عليها. هلا هذا المحولات هذه اسمائها اللي هون هذا ديستربيوشن، هذا المحول هون وعندي هذا المحول سب ستيشن، وهذا بنسميه يونت ترانسفورمر. الفولتجز بنولد على فولتجز من حوالي 12 كي بي ل 25 كي بي. بنولد على هذه الفولتجز، نرفع عليها فولتجز. قديش تتوقع الفولتجز هون تقريبا النقل الضغط العالي؟ 132 في 133 132 في 400 كي بي. هلا هو بشكل عام هم من حوالي 110 كي بي الى 1000 مش عندنا، احنا مش موجودين عندنا هون 1000، احنا على شيء عندنا 400 كي بي، لكن ممكن نوصل الترانزميشن هون على 100 كي بي. طيب شو اللي عملنا احنا هون لما رفعنا الفولتج؟ اذا الباور نفسه شو اللي نزلناه؟ كارت. مين اللي سالني عن المرمى اللي سالك عن هاي؟ اذا انا عمال بحافظ على نفس الباور، برفع الفولتج بنزل الكارت، لانه هون ما فيش عندي باور جديد، ما راح يجيني باور جديد. اذا هذا شو اللي عمالي بغير الفولتج بغير الكارت، فبرفع الفولتج بنزل الكارت. لما ينزل عندي الكارت شو بصير؟
خلي بنزل اللوسز مش هيك لان اللوسز معيش بتتناسب مع السوق وير اذا انا اذا نزلت الكرنسي بمقدار 10 مرات عشر القيمه قديش عم بنزل اللوسز 10 مرات 1/100 اي سكوير اي سكوير اي سكوير ار فانا لما بنزل فلو كان عندي هذا 1/10 عم برفع الفولتج عم بنزل الكرنت اذا هذه طبعا لها ميزه كبيره جدا اني عم بنزل فصار بامكاني الفولتج دروب رح يخف كثير كنسبه من الفولتج الاصلي اللي موجود هون الفولتج دروب رح يقل واللوسز رح تقل اللي موجوده هون اذا لولا الاي سي وغير مبدا الاي سي طيب هلا تذكروني ليش انا بقول انه اي سي لازم يكون اي سي ايش اللي بالمحول ايش العمليه اللي بالمحول اللي بسببها لازم يكون اي سي ما بينفعش يكون دي سي دي فلكس دي فاي على دي تي تمام اللي هو اي له هذا فرق دي فاي على دي تي لولا انه اي سي كان دي فاي على دي تي رح تكون زيرو ما بينفع عندي انه يكون هذا المحول دي سي اذا رح حولناها رح نرد ننزل لهون احنا وصلنا تقريبا للمنطقه اللي بنروح عليها بس لسه ما وصلنا للكاستمر في عندي هون سب ستيشن السب ستيشن رح انزل لفولتجز اقرب وابدا اوزع وبعدين رح اوزع الفولتج النهائي الفولتج هذا اللي بنزل له من هون من حوالي 12 من حوالي 12 كي في او 2.3 كي في ل 34.5 كي في يعني عم ننزل هذا الفولتج نزلنا من الضغط العالي للانترميديت فولتج او ميديوم فولتج بعدين بننزل هون من هذا الفولتج للفولتج الموجود هون فعندي مرحله مرحلتين ثلاثه هاي شو سمحت لي اعمل؟ سمحت لي انه في مكان واحد اعمل معظم التوريد في مكان واحد مزبوط لكن لما بيجي بنحكي ما فيش عندي كان عندي بكون مثلا اربع محطات توريد رئيسيه، خمس محطات توريد رئيسيه، طيب ايش بفضل اني اعمله كله في مكان واحد؟ الافشنسي بتكون اعلى بكثير، الخساره بتكون اقل واللوس بتكون اقل وبعدين بركز كل الجهد بركز كل الجنريشن تبعي في مكان واحد. دكتور 23 كيلو؟ عفوا 23 كيلو هذه 2.3 كيلو 2.3 كي في ل 34.5 كي في هون حوالي 1000 كي في قلنا 133 او 400 عادة هذول الرقمين اللي بتتكرروا 133 هون عندي 33 بتتكرر و22 و10 و6 هذول بعدين هون بنزل للفولتج اللي بستعملها اذا كنت رحت على مصنع طبعا حاطين 380 لاين مش هيك؟ 400 لاين فولت متذكرين لاين فولت والفرق بين اللاين فولت هذول اللي عم بحكي عنهم هذول فيز فولتجز في امريكا طبعا 110 السعوديه عندكم ايش؟ 110 بلشوا يبدلوا 110 ل 400 تمام اوكي اذا في هيك هلا هون 220 احنا عندنا 220 اوروبا هلا صار يسموها 230 لانه بريطانيا كانت 240 وبقيه اوروبا 220 وحدوهم على 230 فولت هذا الفيز واللاين بيكون قديش تقريبا؟ 300 لاين فولتج 380 ل 400 احسن نرفع الفولت هلا هو في مدارس مختلفة هي في عادة معظم الناس اللي بفضل بنزل الفولتج لحماية الأشخاص علشان كمان السكشن وكيف يراعوا فيها أحسن إيش إنه ننزل نرفع 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 الفولتج أول مشكلة 220 خطر يعني خطر كفولتج على الاتصال نعم في اثنين كل احسن نوع مثلا في الدوله هو الاحسن لا دوله واحده خلص الاحسن يكون كله ستاندرد لانه انت كل مره بدك تصير تفكر هذا الجهاز ولا هذا الجهاز الاحسن يكون عندك كله ستاندرد لذلك اوروبا اجى واحد ما انت لما تروح تشتري ما محول تيجي المحول بتقول هذا المحول خلص ستاندرد مش هيك كل مبدا ستاندردايزيشن في العالم ستاندردايزيشن التوحيد او التقييس اني احاول احافظه ولذلك هلا في يعني على مستوى العالمي في عندنا مواصفات عالميه الايزو اذا بتسمعوا بالايزو المواصفات المواصفات هاي بتحاول توحد بين العالم لانه هذا بيسهل بوفر التكلفه بخفف التكلفه بيزيد التجاره ما بين الدول نعم لازم ستيبلايزر عندي عشان تنزل من 220 ل 110 او ممكن نفس الفيش محول عاده بنستخدم محول نفس الفريكونسي نعم نفس الفريكونسي هلا هاي كمان الفريكونسي قصه ثانيه في بعضه بيكون 60 وبعضه 50 كمان حتى بالسعوديه في 52 لا بس كله 50 ولا كله 60 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 التحويل ستيب اب وستيب داون ضروري جدا ضروري جدا ولذلك كل النقل والتوزيع كله بيصير على اي سي التوريد على اي سي والنقل على الاي سي والتوزيع والاستهلاك على الاي سي كله بيصير على هذه الفولتج المختلفه هذه ما كانت ممكنه الا بوجود الترانسفورمر هلا عندنا اي محول نرجع نذكر انفسنا المحولات في عندي مرحلتين اساسيتين في اي محول في عندي برايمري في عندي سكندري او بنسميه انبوت وايندنج اوتبوت وايندنج في بعض الاحيان بكون عندي تيرتشري وايندنج وفي كمان وايندنج سكندري اخذ منها اوتبوت ضربي فاذا كان عندي كويل اللي هون بحط
عمالي بنتجي عدد لفات، راح اسمي هاي عدد اللفات N primary، راح اسمي هذه عدد اللفات is probably second بيشتغل على مبدا فاراداي اللي هو دي فاي على دي تي بيساوي في، عدد اللفات طبعا مهم هون، عدد اللفات هون N S. هاي الريشيو ما بين ام بي وان اس مهمه جدا، لانه هي اللي بتحدد لي الفولتج اذا كانه ستيب اب او ستيب داون، ايش علاقه الانبوت فولتج مع الاوتبوت فولتج، فهذه بنسميها الانبوت وايندينج او البرايمري وايندينج، وهذه بنسميها الاوتبوت وايندينج او السكندري وايندينج. لذلك البي هون جاي من البرايمري والاس هون جاي من السكندري، ممكن يكون عندي تيرشري وايندينج. اذا هذول الارقام ام بي NS مهمين جدا، و MP على NS راح نعبر عن هذا الرمز A. إذا كان طبعا هذا step down transformer، إذا كان step down راح تكون A رقم أكبر من واحد، لأنه راح يكون عندي عدد لفات primary أكبر من عدد لفات secondary، فراح يصير عندي رقم كبير على رقم أصغر، راح يعطي لي رقم أكبر من واحد، راح تكون A هي الريشيو ما بين عدد لفات primary وعدد لفات secondary. في أسئلة على هاي؟